لماذا فقد أردوغان الثقة في أمريكا؟ زمان كان نجم أربكان، نجم الدين أربكان اللي هو كان مؤسس الحركة الإسلامية في تركيا، كان أربكان بيقول إن أردوغان رجل أمريكا أو إن حركته حركة عميلة لأمريكا. دلوقتي بقى أردوغان خصم واضح لأمريكا أو فاقد الثقة في أمريكا. ممكن نقول إنه سنة 2011 عام الربيع العربي كان أعلى درجة تحالف وثقة بين أردوغان وبين أمريكا. 2017 انهارت الثقة، إنما أصل الانهيار صيف 2016 لما كان في محاولة انقلاب. ليه أردوغان بقى ضد أمريكا؟ باختصار نمرة واحد، إن أردوغان أدرك بعد كل هذا الكلام إن أمريكا مش بالضرورة بتحارب داعش. هو اللي قال كده أردوغان، بل إنه قال أمريكا تدعم داعش، وحصل إن في جنديين أتراك أحرقوا هم أحياء، وده أثر كتير جدا على الأتراك. نمرة اتنين، اتضح إن الهدف في النهاية هو كردستان، وبالتالي تقسيم تركيا، وبالتالي اللي عمله أتاتورك قبل كده لما مرضيش بمعاهدة سيفر وعمل معاهدة تانية فيما بعد علشان يمنع تأسيس كيان كردي، دلوقتي قد لا يستطيع أردوغان إن هو يعمل اللي عمله أتاتورك، وممكن تحصل دولة كردية كبرى، وممكن يتم تقسيم الدولة التركية. يبقى إذن ملف الأكراد كدولة، ملف البيكيكي كحزب، ملف تنظيم داعش، وملفات أخرى منها فتح الله جولا. فبالتالي بناء على هذه الملفات كلها، موضوع الانقلاب، فتح الله جولا، داعش، الأكراد، البيكيكي، حتى عايز دفاع جوي فالأمريكان قالوا لأ، فراح للروس خد S-400. يعني كل ده على بعضه أدى إلى أن أردوغان لم يعد يثق بشكل كافي في الأمريكان. بدأ يتجه إلى روسيا ويتفاهم مع إيران علشان تكون في مصالح مشتركة بين إيران وتركيا. الكلام القديم عثمانيين الصفويين انتهى بالنسبة لهم، بيحاولوا إن هم يسيبوا التاريخ يركزوا في السياسة، لعثمانيين ولا صفويين، إنما دلوقتي إنقاذ تركيا وإيران من التقسيم لو قامت دولة كردستان الكبرى. وبدأ الرئيس أردوغان يزور المحور الروسي، فزار صربيا مؤخرا في زيارة كانت مثيرة جدا لوسائل الإعلام، وهناك اتكلم عن رؤيته للسياسة الخارجية، وكمان صربيا احتفت بيه جدا ان هو جه يزور صربيا اللي هي حليف قوي جدا لروسيا، لدرجة ان وزير الخارجية قام بالغناء اثناء حفل عشاء بحضور الرئيس أردوغان. إذن الرئيس أردوغان لم يعد يثق ثقة كبرى في أمريكا لأسباب موضوعية، منها داعش، منها جولان، منها بيكيكي، منها الأكراد، منها التسليح، منها ملفات عديدة رأى أردوغان أن أمريكا لم تقف معه، وأنها ربما تكون قد صمتت عن محاولة الانقلاب في صيف 2016.